مرحبا خوتي خواتاتي، انا ساكن في حي جيراري مدينة طنجة. في عمري 16 سنة كنقرا في الثانية اعدادي. كنبيع ماكلة الطيور في مدينة طنجة، اللي بغاها في مدينة طنجة توصيل فابور، فهمت؟ كنبيع ياخر قوت بنادم زعما كيمشي موراها حتى المحل ديالو انا للدار بلا ما يتعدى موراها. توصيل مجاني في انحاء طنجة. سيمانة دابا بديت هاد المبادرة وكاين اقبال ان شاء الله. كنعملوه في الصيفيه، واذا كانت شي ايام مثل العطله في مثلا السنه الدراسيه العطله مثلا نقدر نعدلو، ولكن فملي كتكون عندي الدراسه ما نقدرش. الناس كيعيطوا شي حاجه، المهم كاين شي بركه. كاينين اللي عيطوا برا طنجه ولكن ما نقدرش نوصل لهم، فهمت؟ كاين اللي عيطوا في طنجه عاوتاني مثلا في حال الدريسيه، مثلا في حال كاستيه، مثلا في حال برانا الجوج، كل واحد وماهي. تني مراسي قلت زعما بنادم كيجي كيمشي موراه حتى المحل، زعما راه نجرب واحد التجربه اجتماعيه نشوفوا واش اصدق انتشرت. حوالي داك 4 كيلو 5 كيلو كل مره، وكيفاش كل نهار ونهار، فهمت؟ عرفت من اتجاه الدريسيه الله يعمرها دار، فهمت؟ هو اللي كيدعمني كيبيع لي الثمن الجمله، فهمت؟ ايوا المهم كاش نتقداو مع عنده السلعه وكنبيعوها للناس. انا عندي الهوايه ضد الطيور، فهمت؟ عندي الهوايه ضد الطيور، وكنبقى عندي عشق للطيور، فهمتي؟ كيعجبوني الطيور نتهلا فيهم. المهم عندي واحد معزه ضد الطيور، فهمت؟ وانا قبل من داكشي كنت كنمشي لسوق كاسابراطي اللي كيعرفوا نهار الحد في اللوجة، كنمشي كنبيع تما وشري الحاجه اللي عجبتني عاوتاني، ومن بديت داكشي. الله ما كرهناش نفتحوا حتى حنا اي شي محل ديالنا ويرجع لنا الليفريزو في انحاء المغرب كامل، فهمت؟ ان شاء الله علاش لا. اي حاجه، ماكله ضد الطيور، ماكله ضد قطط، ماكله ضد جرى، اي حاجه بغاها شي واحد نجيبها له شي محل. اي حاجه واتساب النمره ديالي راه منتشره في المواقع الاجتماعيه، وعندي عاوتاني فيسبوك ديالي عامه فيه مروان بن علي الطنجاوي، وقناه يوتيوب مروان عاشق الببغاء، وانستغرام مروان بن علي. صافي هادو هما المواقع اللي يقدروا يتواصل معايا بنادم فيها. كنقول للشباب اللي قادين نصحهم بلا ما يبقاو جالسين، يمشيو يدبروا على شي مشروع لراسهم في هاد الصيفيه هادي، حيت جلاس وصافي كيعلمك شي حاجه خايبه عاوتاني، فهمت؟ وشكرا للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.